ده مش جامعة، ده كباريه. يرضيك اللي بيحصل ده اخ محمود؟ لازم تعرف يا اخ مرجان ان الساكت عن الحق شيطان اخرس، وانت لن تسكت عن هذا الفجور، ونحن جميعا وراءك لنطهر الجامعه من الفساد والرذيله. العلم صاحبين اخ محمود. صاحبين يعني ايه يا اخ مرجان؟ ما انت مين؟ اعوذ بالله من غضب الله. يا اخ مرجان انا بدعوك للانضمام الى اسره نور الحق لنكون معا جبهه ضد الانحلال والتسيب. انا معاكم. الخبور اخرس يا فاجر يا منحل يا سافل يا عدو الله. مرجان أحب أقدم لكم الأخ مرجان أحمد مرجان، عضو جديد معانا في أسرة نور الحق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دي الأخت باكينام، زميلة معانا في الكلية وعضوة هنا في الأسرة. وعرفت إزاي إنها الأخت باكينام؟ الأخت باكينام بتدي دروس دينية لهداية الطالبات في الجامعة. اللهم أرضى عليكي، اللهم أرضى عليكي يا أختي باكينام. انما اخ محمود ايه النشاطات اللي بتعملها اسره نور الحق بالظبط يعني؟ لا لا انشطه كتير والحمد لله. يعني احنا مثلا بننظم رحلات ترفيهيه للطلبه. حلو حلو قوي. لزياره اطرحه اولياء الله الصالحين. الله اكبر. وبنقيم مسابقات بين الطلبه. جميل. في حفظ القران الكريم والحديث الشريف. لا حول ولا قوه الا بالله. واخيرا يا اخ مرجان اصدرنا جريده نور الحق بالجهود الذاتيه. طب والاخلاق يا اخ محمود؟ الاخلاق وديك شايف منظر البنات في الجامعة عامل ازاي؟ البلوزات في الطالع والبنطلونات في النازل. لا حل سوى الزواج يا أخ مرجان، فالزواج يصون الفتى والفتاة من الوقوع في المعصية. الله، يتجوزوا ازاي وهم لسه بيتعلموا وأهاليهم بتصرف عليهم؟ يا أخ مرجان إن زواج المسلم والمسلمة ليس في حاجة إلى حفلات صاخبة. يعني يتجوزوا في السر؟ إن الزواج في السر أهون بكثير من الفضيحة في العلن. عرف يعني. حلال حلال حلال. يعني انتوا برضو ما انتمين ودي تفرق ايه؟ سلام عليكم. ولادي فين؟ فين ولادي يا دكتورة؟ ايه ده؟ انت ازاي تقتحم البيت بالشكل ده؟ اقتحم ده انا اكسر البيت ده فوق دماغي. يلا انت واقع على البيت على اخر الزمن مش هعرف اربيك ولا عبيت. من فضلك ما تزعقش هنا، ده بيت محترم. محترم؟ هو انا اعرف ليه ولادي بعد كده؟ انا خلاص سبت شغلي وكله وعدتكم في الجامعة. اما تشوف اخرتها ايه؟ يلا انت واقع على البيت. يلا. خلاص اليغم اللي كنتوا عايشين فيها خلصت. من هنا وراح مفيش فلوس ولا عربيات ولا موبايلات. واذا كانت الجامعه ما عرفتش تربيكوا انا هربيكوا. مستعرين مني وانتوا تعروا بلد؟ وانا كنت موديكوا الجامعه عشان تتعلموا ولا عشان تنتبهوا وتسيبوا البيت وتمشوا يا كلاب؟ انت بتعمل ايه هنا؟ انا هنا عشان الفالنتاينز دي يا اونكل. ما عندناش حد بالاسم ده. ده عيد الحب يا اونكل. وجاي تحب مين هنا ان شاء الله؟ انا جايب الدبدوب ده العلياء. يا ريت تطلع لها حضرتك وتقول لها تامر عاوزك. اطلع لها وقول لها ان تامر عايزك. اطلع لها انا. انت قلت لي اسمه ايه ده؟ دبدوب يا انكل. عارف لو صوتك بيتكلم عليها تاني هقطعك. الو يا مرجان، ما تيجي تفرط الشيء وتليط الضيق. في ماسوره نسوان ضربت في المكان. طب انا شويه كده وجاي لكم. بابا. نعم. كنا عايزين نتكلم مع حضرتك شويه. انا مش فاضي، انا خارج. خارج راح فين يا بابا دلوقتي؟ راح اذاكر مع واحد صاحبي. هاي هيثم. هاي بيبي. عمر ما جاش؟ عمر مات. بس ممكن تقعدي معانا لحد ما يصحى. تعالي تعالي. هاي هاي. ابوك بيشتغل ايه يا دبور؟ حرامي. حرامي.
سرق ايه؟ 700 مليون جنيه. هو فين دلوقتي؟ المزرعه. عندكم مزرعه؟ سجن المزرعه واخد 15 سنه. امال انت بتصرف منين؟ إيه؟ فلوس ابويا. انت مش بتقول جوه السجن؟ هو في السجن فلوسه بره. امال انت بابا بيشتغل ايه؟ ده الشيك انكل بابا هيثم. اه معاه في المزرعه. اه وانت ابوك بيشتغل ايه؟ انت كده فلة. ابوك بيشتغل ايه؟ فلة. صباح البجولة اخبط دي. ايه دي يا دبور؟ اكسس مدعيس. اكسس ازاي يعني؟ ما هي ليلة كول زي دي عايزة باور يا مورجان عشان تخش في المود وتبقى بويس دي بو. طب ايه؟ اوعى تكون بتنام يا دبور، انا عندي محاضره الصبح مع جيان مراد ودي حطاني في دماغها. تفتكر لنا حاجه عايزها يا مورجان؟ بلاش تفصلنا على الصبح. الحبايه دي هتخليك ملك ولا ضفدع الدكر في موسم التزاوج. وبعدين يا مورجان انا استحال اذيك، انت انتيمي. انتيمك ازاي؟ ما تعترم نفسك يلا. مالها دي؟ مالها دي يا دبور؟ ماكسسه. مالها؟ ماكسسه. ماكسسه؟ بتعمل كده ليه انت؟ ماكسس. انت كمان ماكسس؟ انتوا الاثنين ماكسسين؟ مش معنى انا مش ماكسس. علقتني عليك. وبعدين ايه الموكب ده كله؟ طب بابا عندنا محاضره، ممكن مفتاح عربيه؟ شيواوا 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 شيواوا. راح فين يا بابا؟ تبعنا في المحاضره هنا. هل الإنسان كائن أخلاقي؟ هل يولد في هذه الدنيا وبداخله نوازع الخير؟ أم إنه يكتسب ذلك من تأثره بالبيئة المحيطة به؟ يقول ويل جورانت في كتابه قصة الحضارة أن الأخلاقيات هي المهد الذي نشأت عليه كل الحضارات الإنسانية. انا كنت بقول ايه؟ بص الواوا. اتفضل اطلع بره بره. بس كنت هايل بره. اجرام. مساء الخير. ده حسن. قلقتني يا استاذنا، الساعه 5 الصبح. خير ساعتك ايه؟ مش عارف اذاكر يا حسن، عندي امتحان يوم الاحد شفوي، مش فاهم ولا كلمه من اللي قدامي، كله بالانجليزي، وخايف اسقط يبقى شكلي وحش قدام العيال. ان شاء الله ربنا ينور طريقك يا باشا. هو ساعتك عندك امتحان ايه؟ مش عارف،
حتى اسم المادة مش عارف أقراه. هو اسم المادة كده كلمة مقلبزة وفيها حروف كتير واللي هي تخلص بالتيفزيتيشنز دي. والعيال ولادي ولاد الكلب نازلين ضحي بره طول الليل بيضحوا. هتمتحن وهتجاوب وهتطلع الأول كمان.